الشعب السوري احنا عندنا فلوس بسوريا وهون ما بدنا غير الدعاء بس. Je pense que ces personnes font une ne servent pas la cause syrienne. On est sur un groupe criminel assez structuré qui est présent dans plusieurs pays d'Europe. Il faut qu'ils sachent que s'ils viennent chez nous, ils n'auront droit à rien. À rien. أطفال على قارعة الطريق هنا عند مشارف واحدة من أغنى المدن في العالم لظاهرة أسباب. عام 2015 استقبلت عدة دول أوروبية مئات الآلاف من السوريين، فتوفرت فرصة ذهبية لشبكات المتاجرة ببؤس اللاجئين. تحول التسول من حاجة إلى مهنة، واستبدلت لافتة أنا جائع ساعدوني الكلاسيكية بلافتة عائلة سورية محتاجة. وأمام غابة من هذه اللافتة تختلط الأمر على المحسنين، وما عاد التمييز سهلاً بين محتاج يستحق العطف ومحتال يستجدي التعاطف منتحلاً صفة لاجئ سوري وهو ليس لاجئاً ولا سورياً في كثير من الأحيان. على مدى أسبوع رصدنا هذه النقطة على جسر جانفيليه قرب باريس، لاحظنا أن ثلاث سيدات يتعاقبن عليها، ليس من بينهن واحدة تتحدث العربية، غجريات من رومانيا، رأس مالهن كلمة واحدة حلب، وهي مفتاح الرزق هنا. أنت من سوريا؟ سوريا. من وين من سوريا؟ حلم. حلم؟ حلم. اسمها حلب. حلب اسمها. وشو بتعرفي بسوريا غير حلب؟ تعرفي تحكي سوري؟ سوري. احكي لي سوري. باركاو فيك. باركاو فيك؟ لا، احكي لي سوري لشوف. ماشا شرفين حمص. ماشا شرفين حمص. من وين من سوريا؟ حلب. حلب؟ ما شرفية يعني حي الأشرفية؟ الشرفية. وين من سوريا؟ حلب. حلب. من وين من حلب؟ قديش صار لك هون بالبلد؟ قديش صار لك هون؟ اه بس بتحكي سوري أنت؟ احكيني شوي سوري. خلاص انا ماما بتحكي. انت ما بتحكي سوري؟ انتقلنا من هنا من انيار عند الضفة اليسرى لنهر السن نحو الضفة اليمنى في بورت دو سانتوان. هنا يتكرر المشهد، سيدتان غير سوريتين ولا عربيتين، تزعم لافتة حملتها إحداهما أنهما من عائلة سورية. تكرر السيدة كلمات لم نفهم منها سوى سوريا وحلب. من وين حضرتك؟ حلب. من حلب؟ أيوة. صار لك زمان هون؟ تحكيني شوي سوري؟ بس من أي منطقة بحلب؟ ايه بس بأي منطقة بحلب أنت؟ ما بتعرفي من أي منطقة من حلب؟ ايه بعرف من حلب بس من أي منطقة؟ بعد ارتباكهما عادت بالذاكرة إلى ثلاث سنوات خلت عندما التقيتهما في مكان مجاور وحدهما مرة ومرة أخرى مع سيدة ثالثة وطفلتين تحمل إحداهما لافتة عائلة سورية. حينها انتزعت السيدة نفسها اللافتة من يدي الطفلة ورمتها أرضا كمن تبعد عن نفسها تهمة انتحال صفة لاجئة سورية.
أحياناً ينطوي الاقتراب من منتحلي صفة لاجئ سوري على مخاطر كبيرة، فمشغلوهم من أرباب المافيات يراقبون دائماً على بعد أمتار وجاهزون للاعتداء على أي مصور أو صحفي. وقد هددتنا بهم سيدة اعترفت أنها ليست سورية. نشاط عصابات التسول باسم اللاجئين لا يقتصر على محيط باريس، بل يشمل قلب العاصمة وإن بدرجة أقل. عند مشارف مستديرة بورت مايو المجاورة لقوس النصر، رصدت كاميرا العربية شاباً وشابة غير سوريين ولا عربيين يحملان لافتتين عليهما العبارة نفسها التي أصبحت باب رزق المافيات على حساب اللاجئين. عندما شاهدا الكاميرا غطيا وجهيهما باللافتتين وغادرا على عجل، لكننا عدنا بعد نصف ساعة إلى النقطة نفسها بكاميرا خفية، فوجدنا الشاب نفسه مستعينا بطفل يتحدث بضع كلمات بالعربية تلزمه كعدة للشغل فقط. أنت من وين؟ أنا من حلب. احكيني شوي سوري. والله أنا من سوريا. لحظة واحد واحد، أنت من وين؟ من حلب. احكيني شوي سوري. من اي عائله؟ انت عندك اهل هون؟ عرفت انك من حلب، قل لي من اي منطقه بحلب؟ قديش صار لك هون؟ صار لك زمان بفرنسا؟ لا فاضل. قديش صار لك بفرنسا؟ ما عم تعرف تحكي سوري؟ لا. احكيني شوي سوري. احكيني شوي. انت شو احكيني سوري لشوف. انا من حلب. قرب شوي. انت من وين؟ انا من حلب. من اي منطقه بحلب؟ انا من الخمس. من وين؟ من خمس. من خمس؟ لا. طيب شو بتعرف بسوريا غير حلب وخمس؟ أنا من سوريا، أنا دوبس فانتا. أنت شو؟ دوبس فانتا. ما فهمت عليك. أنا من سوريا. احكيني شوي سوري. أنت أهلك هون عايشين؟ لا حلب. احكيني شي كلمة سوري، أعطيني شي جملة بالسوري. أهلك وين؟ أهلك وين؟ أدي مغلق. أهلك وين أهلك؟ أنت وين ساكن هون؟ ماما. أنت وين ساكن هون؟ أنت وين ساكن هون؟ أه؟ من بورت مايو الباريسية خرجنا مجددا نحو أبواب أخرى عند مشارف العاصمة بورت بكليشي. الوضع هنا مختلف، إذ تقف عند نقطة تسول امرأة غير سورية لكنها تتحدث العربية وتزعم أنها لاجئة سورية. عندما عرفت أننا نميز اللهجات استعانت بلاجئة من غجر سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من وين؟ أنا من ولد. أنا من سوريا. من سوريا أنت؟ طبعا. من وين من سوريا؟ من أجلب. آه بس لهجتك مش سورية. احكيني شوي سوري. احكيني شوي. أمينة. كيفك؟ الله يسلمك، كيف صحتك؟ آه عرفتك أنت. أنت من وين؟ أنت عرفتك. هي ليش حاطة عائلة سورية؟ هي مش سورية. بابا عارف هاي العالم بدل يعج على هواة السوق سوق. أمينة وهو اسم مستعار للغجرية، كنا التقيناها في نقطة أخرى قبل 3 سنوات. مرحبا. أهلين وسهلين. كيفك يا مدام؟ ليش عم تصور؟ لا ما الحاجة العابرة هنا تحولت إلى مهنة دائمة. كل هذا دفعنا نحو التمعن في أسباب وجود غجر سوريين عند نقاط التسول، وهو وجود استفز السوريين من غير الغجر، ومنهم أنس أيوبي الذي ينشط منذ عامين مع آخرين في مكافحة الظاهرة، فيما يتجه ناشطون سوريون إلى الطلب من السلطات التشدد في مكافحة ما يعتبرونه إساءة لصورة السوريين في بلدان اللجوء. يلاحق أنس الغجر السوريين والأوروبيين من نقطة إلى أخرى، توجه للمصلين محذراً إياهم من التصدق على من اعتبرهم غير محتاجين. الشعب السوري نحن عنا فلوس بسوريا وهون، ما بدنا غير الدعاء بس يا جماعة، يعني والله صار لنا 4 سنين 5 سنين، إذا كان الواحد محتاج شهر شهرين بيشبع، بس 5 سنين صار له مش حد، ونحن معانا أوراق من 5 سنين. معهم أوراق ببلجيكا، كلهم معهم أوراق ببلجيكا، وهون بيوت وهون في منهم، أقسم بالله عنا أوراق. بس نروح أقول لهم ليش عم تشحد؟ يقولوا كل يوم عم نطالع 1000 أورو. والله العظيم الحكومة الفرنسية عم تعطينا 10 سنين إقامة. شايف البسبار؟ ها هو البسبار اللي بيشحدوا عليه، زائد 800 أورو. ليش لنشحد؟ هدول عم يعملوا بزنس عليكم. هي إقامتنا 10 سنين. كل سوري، السوري إذا بيجي لهون من أول يوم بياخدوه بيحطوه بيعطوه إقامة وبيعطوه باسبور وبيعطوه أوراق. هي إقامة 10 سنين فرنسا عم تعطيني. هدول مو سوريين، هدول
في منهم 50% 50% هجر ونور سوريا، وال50 الباقيين هجر ونور رومانيا. هاي باسبور سوريا ما بنشحت نحن. قال لنا أنس لاحقا أنه انتزع منهم جوازات سورية مزورة، مؤكدا أنه ماض في حملته. أنا فات اليوم الصبح من الساعة 5 بكير لأجي على الجامع كفي حملتي ضد هدول النصابين المحتالين اللي عم ينصبوا يحتالوا على اسم الشعب السوري. عم يجوا من بلجيكا وإسبانيا، عندهم إقامات بلجيكا وإسبانيا وعندهم شهادات سواقة، رجالهم كلياتهم معهم شهادات سواقة، وعم يجوا لهون على فرنسا مشان يتسولوا، لأنه فرنسا هون في سياح وفي عالم تدفع صدقة وزكاة كثير. السوريين يلي بفرنسا يلي قاعدين هون كلياتهم، يلي ما عم يشتغل عم ياخذ راتب من الحكومة الفرنسية، وأغلب السوريين هون عم يشتغلوا، في شغل بفرنسا بباريس في شغل. ليش هدول عم يشحدوا وكتار بكل محطة؟ ما لمسناه على الأرض خلال جولتنا على أبواب باريس أن هناك من حول حاجته إلى مهنة في بلد ليس فيه قانون يمنع التسول، لكن السوريين من بين المتسولين معظمهم محتاجون فعلا، وقد تقطعت بهم السبل وفقدوا كل أموالهم، وتاجرت بهم مافيات تمتد عبر الحدود وعلى الطرقات وصولا إلى بعض أصحاب الفنادق، وأنهم إن لم يتسولوا فسيبيتون في الشارع. صار لي شي سنتين تقريبا. انتوا عملتوا بصمه باسبانيا؟ عملنا بصمه. اول قبلوا لكم اللجوء؟ قبلوا لنا بس باسبانيا. باسبانيا ما يعطونا شيء، يعني ما يعطونا مثلا ان يصرفوا علينا ولا يعطونا معاشات. لكن ما في معاشات باسبانيا، في بس بيعطوكم اوراق لجوء. بس اوراق انت بتشتغلي يعني، ما في شغل كمان. وهن ما بيعطوا مساعده من الدوله؟ لا مساعده بالمره والله. ظاهرة التسول هذه غير مسبوقة في فرنسا من حيث أعداد المتسولين وأشكال التسول وأسبابه والوسائل وكذلك مردوده والانتشار، ظاهرة تزيد من تململ الفرنسيين وتعزز رفضهم للهجرة واللجوء وتفسر جزئياً اتجاه مزاجهم نحو أقصى اليمين. التقينا جون ماري لوبين مؤسس الجبهة الوطنية التي أورثها لابنته مارين فسمتها التجمع الوطني، الذي تصدر مؤخرا نتائج الانتخابات الأوروبية على مستوى فرنسا متفوقا حتى على حزب ماكرون، وجاعلا من رفض اللجوء والهجرة حصان معركته. لوبين الأب فخور بتفوق الحزب الذي أسسه قبل نصف قرن على فكرة أن فرنسا للفرنسيين. نصيحته للمهاجرين ألا يأتوا إلى هنا. Il faut qu'ils sachent que s'ils viennent chez nous, ils n'auront droit à rien. À rien. Ni au travail, ni au logement, ni aux soins, ni à l'éducation des enfants. Il faut pas qu'ils viennent. Le problème, c'est que si l'on aide les gens qui ont réussi à venir chez nous, c'est un appel supplémentaire à ce que d'autres viennent aussi. Et ceci est, encore une fois, pour nous, une menace mortelle. شخصيات سياسية أخرى يقلقها أيضاً تزايد أعداد اللاجئين والتسول باسم المأساة السورية. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ دعا الدولة إلى التدخل لحماية الأطفال خصوصاً. Nous voyons sur un certain nombre de carrefours à Paris, en région parisienne, de plus en plus de familles qui prétendent qu'elles sont réfugiés syriens et qui mettent en avant des enfants pour essayer de toucher la générosité des gens. Et je pense que ces personnes font ne servent pas la cause syrienne et la plupart du temps du reste ne sont pas des Syriens. من بين الشخصيات التي التقيناها مساعدة عمدة باريس لشؤون حماية الأطفال والمسنين، قالت إن الطواقم من بلدية المدينة تراقب باستمرار الطرقات لمنع تسول الأطفال، وهذه مخالفة مشتركة بين غجر رومانيا وسوريا. Il y a principalement à Paris des familles roms venues de Roumanie. Voilà. Et donc, parce que traditionnellement, elles viennent et elles sont entre Paris et la Roumanie, ils vont, ils viennent, ils font la manche. Nous, notre principe, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'enfants en train de faire la manche dans Paris. Donc, nous avons mis en place une équipe mobile famille avec des éducatrices de protection de l'enfance,
Nous allons vers ces familles, nous leur protégeons d'être mis à l'abri, de pouvoir s'insérer par le travail et d'avoir, de scolariser les enfants, ce qui est obligatoire dans la loi française. Et s'ils ne le font pas, à ce moment-là, nous faisons un signalement à la justice. Concernant les Roms dits syriens, qui se disent syriens, un certain nombre d'entre eux sont effectivement syriens et ont eu le statut de réfugiés politiques en Belgique. Mais on constate que plusieurs fois par an, surtout au moment du Ramadan, ils viennent à Paris et ils mendient un peu partout. Ils placent les femmes et les enfants dans différents endroits de la capitale, comme vous avez pu les voir, et ils font la manche en disant qu'ils sont syriens. رافقنا فريقا من بلدية باريس يقوم بجولات ليلية منتظمة في شوارع العاصمة لتحذير الأهل الذين يتسولون مع أطفالهم من أن الأطفال قد يفصلون عنهم ويوضعون تحت وصاية القضاء. Si jamais on a une situation de mise en mendicité répétée, là on va écrire au magistrat. Et comment ça se passe? Très clairement, le magistrat va prendre une mesure de protection, une ordonnance de placement provisoire, et on va prendre contact avec la police, le préfet, pour lui demander d'assister les travailleurs sociaux de la ville pour aller récupérer l'enfant et le mettre dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance parisienne où il pourra bénéficier d'une protection, d'un accompagnement, d'une visite médicale, de scolarisation, etc. etc., etc. لاحظنا أن من بين المتسولات أمام المساجد مع أطفالهن من يدعين أنهن مسلمات ويتبين أنهن من دول أوروبا الشرقية. فريق بلدية باريس كان يعرض عملا على النساء اللواتي يزعمن أنهن يتسولن لإطعام أطفالهن ولم تبدو الحماسة على أي منهن إزاء عروضات العمل. نور شابة سورية تنشط في العمل الإنساني وشؤون الهجرة وتحمل تجربة طويلة في مساعدة المحتاجين من بين اللاجئين. رافقناها إلى مخيم يضم لاجئين من عدة جنسيات، تحدثت عن أوجه صعوبات كثيرة بالنسبة لغجر سوريا واضطرار معظمهم إلى التسول. الطريق لفرنسا لو من عام 2015 لعام 2019 أو 18 خليني أقول، هو كلفهم كثير مبالغ عالية، تقريبا بين 4000 وأحيانا 6000 يورو للشخص الواحد على حسب الفترة اللي هن كانوا عم يقدروا يطلعوا منها. هلا هذا الشيء عمل عليهم ديون، خلى شخص ثاني من العائلة، خليني أقول لك إذا من عشائر أو من قبائل، يستغلهم يجيبهم لهون، وبس يجوا لهون يضلوا تحت وصايته وتحت حكمه، وهو هذا الشخص يلي كان يوجههم بحيث انه يمارسوا التسول. وبالنهايه تقريبا كان كل المبالغ، فيني اقول لك انه ياخذ مبالغ من المبالغ اللي كانوا يقدروا يجمعوها بنهايه يومهم بالتسول. تحدثت نور ايضا عن جانب اخر من الصعوبات. في عائله نحن صادفناها، عائلة مسنة، الأب والأم مريضين عندهم أمراض مزمنة، كانوا بخلال إجراءاتهم موجودين في المستشفى. وقت اللي خلصوا من المستشفى ورجعوا على البيت زرتهم ولقيت إنه في ملف تقريبا هالقد عبارة عن رسائل هن ما كانت مفتوحة أبدا. لما فتحتها لقيت هو رفض لطلب اللجوء تبعهم لأنه كانوا بالمستشفى ما بيعرفوا شو هي الرسالة، هن أصلا اللغة العربية نفسها ما يقدروا يقروها او يكتبوها، فلما ما عم بيعرفوا شو يعني الأفرة، شو لازم اعمل، شو يعني مقابله أفرة يلي هو مركز اللجوء للحمايه للاجئين وعديمين الجنسيه. فبالنهايه طلب اللجوء تبعهم انرفض، بعدين المده اللازمه لتقديم الاستئناف كمان خلصت لانه هي 15 يوم بعد رفض طلب اللجوء. بعد جولتنا على المتسولين في الهواء الطلق عدنا إلى مترو الأنفاق حيث تعمل مافيات التسول على نطاق واسع في هذا العالم السفلي. هدف المحتاجين المزعومين هنا وبعضهم من أوروبا الشرقية ليس سد حاجة بل إشباع جشع وأحياناً تمويل إدمان. هذا الرجل خرج أمامنا من عربة مترو بعد جولة تسول متكئاً على عصا هي عدة الاحتيال، ثم سار فجأة أمامنا على قدميه حاملاً العصا شكلياً.
عندما وصل إلى نقطة أخرى للتسول استخدم العصا مجدداً لاستدرار العطف. وبعد انتهاء دوامه وصلت سيدة فحضرنا التسلم والتسليم بينهما. في مكان مجاور سيدة صورناها بالكاميرا الخفية، زعمت بداية أنها سورية، وعندما خاطبناها بالعربية ارتبكت وأقرت بأنها من دولة أوروبية. ثم اقترب منا شاب يعرفها محذرا إيانا من التصدق عليها وقائلا إنها تلبس هذا الزي لخداع العابرين. التقينا أوليفييه بيرو رئيس جمعية متخصصة في قضايا اللاجئين من دول أوروبا الشرقية وهو يعمل مع بلدية باريس أيضا. فاجأنا بتقديراته للأرباح التي يجنيها المتنكرون بزي لاجئ سوري. Les Roumains qui se sont imposés et qui se déguisent en Syriens, on est sur un groupe criminel assez structuré qui est présent dans plusieurs pays d'Europe avec effectivement des vrais faux certificats de naissance, c'est-à-dire que ils vont faire croire que ce sont leurs enfants, ce ne sont pas leurs enfants. Quand il y a des fêtes musulmanes comme le Ramadan, c'est vrai que beaucoup de gens donnent jusqu'à 600-700 euros. هنا في كوربوفوا المدينة الصغيرة الهادئة التي تضم جزءاً من منطقة المال والأعمال الأهم في أوروبا في حي لا ديفونس لا أثر تقريباً للمتسولين لا المحتاجين ولا المحتالين باستثناء بضع نساء يتواجدن صباحاً في محطة القطار الكبرى في هذا الحي. عمدة كوربوفوا المنتمي إلى اليمين الدوغولي بنى شعبيته على خطاب قومي متشدد مع أنه وصل إلى فرنسا كمهاجر بولندي. انتخب حتى الآن 4 مرات على رأس البلدية جزئيا بسبب خطابه. En 2050, on aura à peu près 250 millions d'immigrés aux portes de l'Europe. On va faire quoi et on va répondre comment? Si on n'essaye pas d'aider les pays, d'où les immigrés veulent partir. Et dans ces pays-là. Mais je vous rappelle, comme je vous disais tout à l'heure, la difficulté, c'est si on les aide, où va l'argent pour les aider? La terre, elle appartient au peuple et un pays ne doit pas vendre sa terre à un étranger. انتهت جولتنا على أبواب باريس بمشاهدات مؤلمة. نساء هن غالباً ضحايا عصابات الإتجار بالبشر وأطفال ستبقى مشاهد تشردهم على الطرقات محفورة في أذهانهم بعد أن نالهم من البؤس هنا أقساه وأقصاه.